تتبنى مملكة البحرين بشكل مضطرد التقنيات الحديثة وأبرزها الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات الحكومية وتطوير الكوادر التي تعمل في المجال الرقمي، ويأتي الدعم الملكي والحكومي المستمر ليكون الدافع الرئيسي في تحقيق المملكة الإنجازات المشرفة في هذا المجال باعتباره مصدرا من المصادر المهمة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. تسير مملكة البحرين بخطى ثابتة ومدروسة في ملف الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية واضحة عملت من خلالها على تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تهدف إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالطرق السليمة، أكدت من خلالها المحافظة على حق الخصوصية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الاستدامة مع ضمان التنوع والشمول لمشاركة الأفراد كافة. مملكة البحرين ومع تبني التقنيات الحديثة أكدت اعتمادها الأول على الكوادر الوطنية من خلال الإشراف واتخاذ القرارات في هذا المجال، إلى جانب مراعاة الشفافية والقابلية لشرح نتائج نظم الذكاء الاصطناعي بطريقة مفهومة للجميع، ما أسهم في تعزيز الوعي والدراية بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومكن المملكة من إطلاق عدة خدمات وبرامج نجحت وبشكل كبير في تطوير العمل الحكومي وزيادة فعاليته وتنافسيته. ويوضح التزام المملكة بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدفع الابتكار والكفاءة في خدماتها إطلاقها عددا من البرامج والمسابقات، كبرامج تدريبية في مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وأكاديمية الذكاء الاصطناعي التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والمسابقات الخاصة بالابتكار في هذا المجال كمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الشهادات المهنية في هذا المجال وعدد من الاتفاقيات الخاصة بتطويره. الارتقاء بالعمل الحكومي وزيادة الإنتاجية في بيئة عمل مبتكرة عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي من أبرز أهداف المملكة التي تسعى لنشرها في شتى المجالات، وتترجمها المساعي الجادة في هذا الملف عبر مختلف المحطات.